اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية استرجاع حسابك على تطبيقك الخاص فيسبوك. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. يكفي أن تأتي إلى هنا، هل نسيت كلمات المرور؟ تضغط عليه، ثم بعدها يقوم بأخذك إلى هذه النافذة الخاصة هنا للبحث عن حسابك فيسبوك. ثم بعدها سوف تقوم ب يعني هنا إدخال رقم هاتفك المحمول الخاص بك، وبعدها سوف يقوم بأخذك إلى نافذة موالية لكي تقوم بإدخال رمز أو كود لاسترجاع حسابك الخاص، وبعدها سوف يتم استرجاع حسابك مباشرة على تطبيقك الخاص فيسبوك. ثم بعد ذلك سوف تقوم ب يعني الدخول إلى الإعدادات الخاص بك، وتقوم بتغيير كلمات المرور الخاص بك وإعادة يعني إدخالها على تطبيقك الخاص فيسبوك.